غالي علينا مع محافظة الدوادمي الأستاذ سلطان السديري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالأستاذ سلطان ومرحبا والله. أسعد الله مساكم والأخوة الحضور وضيوف البرنامج والأخوة المشاهدين. الله يحييك، حنا اليوم ضيوف عندكم يا الدوادمي ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله ضيوفنا أعزاء. الله يحفظك الأستاذ سلطان، وأنت على رأس الهرم في هالمحافظة الجميلة، حدثنا عن الدوادمي وأهلها وانطباعك حتى عن الحياة الاقتصادية الحالية أو الاجتماعية من جانبك، تفضل حبيبنا. محافظة الدوادمي إحدى محافظات منطقة الرياض، وتقع غرب منطقة الرياض، وتعتبر ثاني أهم محافظة بالمنطقة من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية. ما شاء الله. وتحتضن بين جنباتها العديد من القرى التراثية والمواقع الأثرية، وأيضا هناك العديد من المشاريع التنموية، وقد حظيت هذه المحافظة بالعديد من المشاريع التنموية، وتسابق الزمن في هذا المجال وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أيدهم الله. نعم، جميل جميل هذه الإضافة، ونحن والله متشرفين اليوم بسماع صوتك واتصالك أستاذ سلطان. الله يحييكم، وأنا سعيد اليوم بأن أكون ضيف على البرنامج، وأمسي على الإخوة الحضور من أبناء المحافظة ومن المشاهدين، أمسي عليكم بالخير. كما لا يفوتني أيضا بأن أوضح بأن محافظة الدوادمي عدد السكان يتجاوز 300,000 نسمة، ما شاء الله، وعدد المراكز الإدارية التابعة 110 مراكز، وهذا بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة لهذه المحافظة ولجميع محافظات المملكة. أطال الله في عمرك على طاعته ووفقك لخدمة الدين والوطن يا حي يا قيوم، تشرفنا باتصالك وسمع صوتك محافظ محافظة دوادمي الأستاذ سلطان السديري، تشرفنا بهذا الاتصال الجميل. شكرا لكم وتحياتي للأخوة المشاهدين والأخوة ضيوف البرنامج. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك ويسعدك ويبارك فيك، شرفين فيك. كان يعني هذا من جمال صراحة مملكتنا الحبيبة ومحافظاتنا، ما شاء الله، النماذج الطيبة.